الحمد لله. موضوع الشوادر يعني موضوع استجاب له كل أهلنا بالكرة، مش بالمخيم لحاله، بجنين وكرة جنين ومخيم جنين، والحمد لله يعني بغطي قد ما نقدر إنه نغطي ونمنع الطائرات إنها تشوف وتحلك، أو إنها لا سمح الله تختال حدا من شبابنا. إحنا بنعمل علينا والباك عربنا، والحمد لله الدعوة استجاب لها شباب من كل الكرة ومن كل أنحاء الضفة الحمد لله، وجابت نتائج يعني نتائج مذهلة. احنا طبعا ما تفاجأناش لأنه الخير الحمد لله موجود وين ما تروح، ما تفاجأنا بشبابنا وما تفاجأنا بأهلنا وما تفاجأنا اللي هم دمهم وهمهم همنا ودمنا، لأنه وين ما تروح في ناس شرفة، في ناس نضاف، في ناس فيهم خير، اللي تبرع بالمال واللي جاب شوادر واللي جاب حبال واللي أجا وساعد بإيده على قد ما بقدر ساعد، والحمد لله يعني كانت النتائج مذهلة. واسمع، وأكثر ما احنا كنا متوقعين، والحمد لله احنا، والأهم من الشوادر أنا بدعو كل شبابنا عدم الخروج من المخيم وإنهم يأخذوا حضرهم بزيادة. الشوادر قد ما بدها تمنع من تحليق ومن طائرات، بس انت خليك حذر اكثر، لانه هذا العدو غدار، هذا العدو بيستنى بينا على غلطه، هذا العدو لا بينام لا ليل ولا بنهار، هو يستنى طغرة انه لا سمح الله يختال شاب او يعتكل شاب او يعني لا سمح الله يكتحم المخيم. احنا بيجوا من هون بنروح لهم من هون، بتقدموا واحنا بنتقدم، حتى شو يعني بنضل احنا ان شاء الله سابقينهم بخطوه. يعني حتى لو بنعمل كل المخيم بطون بنبني زككه بطون عشان نمنع الطائرات ونمنعهم، خاوه رايحين نعملوا بطون وجكر، لانه احنا فيش اشكر منا وقت هاي الامور. اغتيال الشباب بطياره مسيره هذا دليل على ضعف الاحتلال، وهذا دليل على انه هذا الاحتلال من بعد ما الاجتياح الاخير والخسائر اللي تكبدوها، هذا انه انهز جيشهم واندل داخل المخيم، فهم بدهم يرجعوا هيبة الجيش والهيبة اللي ضاعت منهم داخل المخيم عن طريق قصف بالطائرات بالدبابات بأي امكانية عشان يرجعوا هيبتهم او يرجعوا وضعهم الداخلي امام الشعب، لانهم هم بهمهم راي الشعب عندهم. فبعد ما نهز وندلوا وندعس عليهم داخل المخيم، فهم قصفوا، فانه بدهم يرجعوا شوي من هيبتهم اللي ضاعت.